في الحقيقة محدش كان يتخيل يمكن حجم الإنجاز الكبير اللي تم في الثمان سنين اللي فاتوا. بنتكلم على أزمة في الإنتاج، أزمة في النور اللي بيقطع في البيوت والمصانع، حتى شفنا ده في المستشفيات، إلى أننا وصلنا أن مصر أصبحت محور إقليمي للطاقة الكهربائية. قدرنا يكون عندنا فائض وربط كهربائي مع عدد من الدول المجاورة. عاش المصريون معاناة كبيرة بسبب أزمة الكهرباء خلال الفترة من عام 2011 إلى 2013. كانت فترات انقطاع التيار تستمر أحياناً لعشرين ساعة متواصلة في بعض المحافظات والأحياء بالقاهرة الكبرى، حتى جاء القرار السياسي بحتمية إنهاء هذا الملف بمنتهى السرعة. وخلال فترة قصيرة استطاعت مصر التحول من هذا الظلام إلى تحقيق فائض يتم تصديره عبر الربط الكهربائي مع السعودية وقبرص واليونان، حيث تم تطوير شبكة الكهرباء القومية بتكلفة إجمالية 30 مليار جنيه، مع الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من الاعتماد على العدادات الذكية لترشيد الطاقة بتكلفة 1,420,000,000 جنيه، مع تحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية بتكلفة 2,476,000,000,000 جنيه. أيضاً أولت الدولة اهتماماً كبيراً بمشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وبلغ عدد المشروعات التي تم ويجري تنفيذها 17 مشروعاً بتكلفة 51,8 مليار جنيه، بالإضافة إلى 5,303 ميجاوات من الطاقة المتجددة. ومن أهم المشروعات محطات إنتاج الكهرباء من الرياح في جبل الزيت بتكلفة 9,8 مليار جنيه، ومجمع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنبان بإجمالي استثمارات بلغت 35.2 مليار، ومحطة إنتاج كهرباء كهرومائية بقناطر أسيوط بتكلفة 1.7 مليار جنيه. ولضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، تم وضع خطة شاملة لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء من خلال 375 مشروعاً لنقل الكهرباء تم ويجري تنفيذها باستثمارات تقارب 70.7 مليار جنيه، ومشروعات توزيع الكهرباء بتكلفة استثمارية تبلغ 41.8 مليار جنيه.